معنا من تونس الكاتب والباحث السياسي أبو بكر الصغير. أستاذ أبو بكر، دعنا نسألك عن أهمية فتح تحقيقات كهذه على شخصيتين، أحدهم كان رئيسا لمجلس الوزراء في تونس أو رئيس الحكومة علي الصغير، والآخر رئيس مجلس النواب وهو راشد الغنوشي. تونس تستفيق اليوم على زلزال سياسي هام وكبير، لأنه حدث جلل لعدة اعتبارات. لأنه قبل 10 سنوات ومنذ 14 يناير 2011 لا أحد خاصة من النهضة يعتقد أنه سيأتي يوم وتعاد هذه الحركة أن تقف أمام القضاء وتساءل عن جرائم ترتكبها في حق الشعب التونسي. فالنهضة تمكنت خلال العشية الماضية وبشكل رهيب جدا من كل أجهزة الدولة بما في ذلك القضاء، ودائما يرفعون شعار أن القضاء مضمون، وحتى عندما يستجد خلاف مع أحد قيادات أو الحركة نفسها وتتهمها بعض الأطراف بجرائم، دائما كان رد النهضة أنه لابد على هذا الطرف أن يلتجئ للقضاء، لأنه تدرك أن القضاء بيدها. اليوم هو منعرج مهم وستكون له أبعاد سياسية كبيرة في مستقبل قريب لعدة اعتبارات، لأنه لأول مرة في تاريخ تونس رئيس وزراء رئيس حكومة يجد نفسه أمام القضاء للمساءلة وفي الإيقاف التحفظي، لم يحصل منذ الاستقلال حدث بهذه الأهمية. ثانيا، طبيعة الجريمة في حد ذاتها، لأن قضية التسفير ليس عبارة على بعض الشباب ركبوا طائرات واتجهوا إلى مناطق للسياحة أو للدراسة إلى آخره، فهي جريمة دولة، إحداث وإنشاء وصناعة جيش كامل وتدريبه وتمكينه من كل الوسائل ثم توجيهه إلى بلدان أخرى هي شقيقة أو صديقة لا علاقة أو مشاكل لها مع تونس، ليتجه هناك ليخربوا ويدمروا ويأتوا على الأخضر واليابس. أعتقد أنها الجريمة لا تسقط بمرور الزمن، فهي ترتقي إلى جرائم الإبادة ضد الإنسانية، وأعتقد أن تونس ستجد نفسها، وهذا أمر مؤسف حقا، في يوم ما للمساءلة قد يكون أمام محكمة الجنايات الدولية بما ارتكب هؤلاء الشباب من جرائم تجاه شعوب في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وحتى في اليمن وفي مناطق أخرى. ولكن الأهم في كل ذلك أن هنالك طرف سياسي، هنالك مسؤولية سياسية واضحة وجلية. لعل اليوم هذه القضية عندما تطرح أمام القضاء هو لإيضاح مدى حجم المسؤولية التي تورطت في حال فيها حركة النهضة في هذه الجريمة التاريخية والتي لا يمكن أن ينساها التاريخ بسهولة، لأن قد نحن نعيش في مربع في تونس، ولكن الجريمة أخذت أبعاد إقليمية والدولية، وما ارتكبه بعض الشباب التونسي الذين تم التغرير بهم هي بالفعل جريمة خطيرة لا تختلف في شيء عن أي جرائم إبادة إنسانية. نعم أستاذ أبو بكر، كيف ترتبط هذه التحقيقات بالاتهامات الأخرى التي تواجهها النهضة، خصوصا أن هناك غسيل أموال، اغتيال معارضين، والآن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر؟ كيف ترتبط هذه التحقيقات بالاتهامات الأخرى؟ نعم، هذه قضية متشابكة جدا، لأن أن تقوم دولة أو أن تنتصب عصابة على رأس دولة وتقوم بمثل هذه الأعمال التي ترتقي إلى أبشع أنواع الإرهاب، إرسال شباب مرتزقة لتخريب وتدمير وتهجير ملايين من الناس من بيوتهم، فهذا لا يمكن أن يأتيه إلا طرف له أجندة سياسية تخريبية لهذا الوطن العربي. وبالتالي فالقضية هي متشابكة إلى حد كبير، ناهيك أن الملف المطروح أمام السيد علي العريض أو السيد راشد الغنوشي هذا الصباح يحتوي تقريبا على أكثر من 600 وثيقة، وكلها وثائق تدين هذه الحركة فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية وكذلك حتى الفتاوى الدينية، وتم عقد مؤتمرات من أجل ذلك لتحشيد وتحريض الشباب للسفر إلى هناك وإغراء عائلات بتمكينها بتعويضات من أجل حتى عملية الترفيه.
فنحن نعرف ما حصل في مسألة جهاد النكاح عندما يتم إرسال فتيات التونسيات هناك للترفيه على هذا الشباب. نعم أبقى معنا أستاذ أبو بكر. نعم أبقى معنا أستاذ أبو بكر الصغير. أنا سأنتقل الآن إلى مراسلنا في تونس سيف الدين العمري ليطلعنا على آخر التفاصيل حول هذا الموضوع. نعم سيمر أو سيعود راشد الغنوشي الساعة منتصف النهار اليوم بتوقيت تونس إلى ذات المكان للتحقيق. نتحدث عن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني في منطقة بوشوشة وسط العاصمة تونس. إذن منتصف النهار سيعود راشد الغنوشي إلى هذه الوحدة للتحقيق. طبعا كما نعلم جميعا تم الاحتفاظ بيوم واحد لمدة 24 ساعة بنائب راشد الغنوشي علي العريض والذي كان وزيرا للداخلية بين 2011 و2014 عندما تسلم مهدي جمعة في حكومة تكنوقراط في ذلك الوقت السلطة بعد حوار وطني. نتحدث هنا عن مرور علي العريض من باحث البداية، طبعا نتحدث هنا قانون باحث البداية الذي ينتمي إلى هذه الوحدة لمكافحة الإرهاب وزارة الداخلية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وزارة العدل. هنا انتقال من وحدة تحقيقية إلى أخرى، أي من وحدة تحقيق إلى قاضي تحقيق الآن، وسيكون لهذا القاضي القدرة التوصيفية لما للملف الذي أمامه، إما أن يصدر بطاقة إيداع في السجن وبالتالي تطول المحاكمة ويبقى علي العريض في السجن إلى أن يتم انتهاء من التحقيق الأولي فالابتدائي الاستئناف إلى آخره يتبع مسار قضائي، أو الصراح. بعض المحامين الذين يدافعون عن هذا الثنائي الغنوشي وعلي العريض يقولون أن الملف فارغ، ولكن المصادر المطلعة تقول أن التحقيق مع العريض أمسية والذي بقي أكثر من 10 ساعات يعني أو أكثر من 12 ساعة يدل على أن الملف ثقيل وثقيل جدا. طبعا هذه المعلومات تعود إلى مصادر من المحيطين بالأمنيين الذين حققوا أمسي. أما عن راشد الغنوشي فلم يأتي دوره أمسي، وربما يعني من الوارد اليوم إما أن يأخذ مسار علي العريض نفسه أو أن يعود إلى بيته، أو هناك خيار ثالث ربما الإقامة الجبرية بحسب بعض المصادر. التحقيقات ليست فقط منحصرة على العريض والغنوشي، أكثر من 100 شخص يشملهم التحقيق. نتحدث عن رجال أعمال مثل محمد فريخة والذي كان يملك شركة طيران خاصة به، يعني يشتبه في أنه كان قد سهل رحلات عديد الشباب من تونس إلى دول مجاورة لسوريا والدخول إلى سوريا وأيضا إلى ليبيا، أو تسهيلات لوجستية أخرى على مستوى في دول أخرى في العالم. ثانيا أن هناك قيادات أمنية نفسها كانت حتى من المقربين والمساعدين لعلي العريض رغم إنكارهم، يعني هم الآن مشمولين بالتحقيق. يعني نتحدث عن قيادات كبرى في وزارة الداخلية في تلك الفترة، طبعا 2011-2014. ثالثا هناك مقربين من النهضة نفسها، وهذا صنف آخر ربما كان يساعد على تحديد الأسماء، استقطاب الشباب، بناء خلايا لأخره، وصنف آخر أيضا يعد حساس الجهة المسؤولة على الفتوى الدينية والإقناع الديني. نتحدث عن وزير شؤون دينية في تلك الفترة، نتحدث عن نور الدين الخادمي وبعض يعني المتدينين الآخرين أو رجال الدين الآخرين المقربين من حركة النهضة والذين كانوا مسؤولين على تأطير هذا الشباب وتزويده إما بال المحتوى المتطرف سواء على المستوى الفكري أو على المستوى الديني، وأيضا تسهيل الأمور ماليا ويعني في شبكات المرور إلى مناطق وبؤر التوتر.
تبقى دائما هذه الروايات إلى حد هذه اللحظة، ما لم يصدر حكم قضائي بات ونهائي، تبقى شبهات طبعا، ولكن الجميع يعلم في تونس أن النهضة على الأقل في المستوى السياسي كان لها ولا تزال مسؤولية كبيرة في مسألة التسفير. جنائيا ربما يقول محامين أن الدولة التونسية والعقل الذي ربما يرعى الأمن في تونس بدأ يقترب جنائيا من مسألة التأطير الجنائي لهذه العمليات، وطبعا بإيقاف تحفظي لعلي العريض الذي كان وزيرا للداخلية، والأمنيين يعلمون جيدا ما حدث، ربما يقترب من الإدانة الجنائية. نعم، شكرا لك مراسلنا سيف الدين العامري من تونس، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى الكاتب والباحث السياسي أبو بكر الصغير. أستاذ أبو بكر، أنت وصفت ما قام به الغنوشي وعلي العريض بجريمة دولة وزلزال، نود أن نعرف انعكاس هذه التحقيقات وهذا الموضوع أو الشغل الشاغل حاليا في تونس على الرأي العام التونسي. أعتقد أن هذه معطيات معلومة من كل الرأي العام التونسي، وتقريبا لم يخلو حي إلا وتم الاتصال بشبابه لإغرائه بالتسفير هناك إلى بؤر التوتر، وكذلك هنالك آلاف العائلات التي تضررت أو فقدت أبنائها في بؤر التوتر. أعتقد أنها كانت معاناة كل التونسيين من هذا الملف، ولكن كان مسكوتا عنه خوفا من ردة فعله حركة النهضة، لأن النهضة تعتبر هذا الملف الأخطر. وأعتقد أن أهم صفقة عقدتها مع رئيس الراحل باجي قايد سبسي، وتنازلت حتى سياسيا في فترة ما مع رئيس الحكومة الأسبق السيد يوسف الشاهد، هو عندما يطرح أمامها ملف التسفير، لأنها تدرك حجم خطورة هذا الملف وتبعاته سياسيا ليس داخليا فحسب بل دوليا. وبالتالي فهذا الملف، وأعود إلى سؤالكم أستاذ كريم منذ حين، فهو ستتفرع عنه عديد الملفات الأخرى، أهمها الجهاز السري للحركة وكيف كان يعمل هذا الجهاز، وكذلك الاغتيالات السياسية، لأن ما هو بعض ما تفيد به بعض المصادر المتأكدة أن بعض الذين تورطوا في هذه الاغتيالات هم بأنفسهم تم تسفيرهم إلى بؤر التوتر في ليبيا، وكذلك تم تهريبهم. وأعتقد أن الملف شائك وقد يتجاوز حتى تونس نفسها ليأخذ بعدا دوليا، لأن كما أشرت هي جريمة دولة، هي عصابة كانت متمكنة من حكم تونس وأرادت أن تفرض أجندة ليس على تونس فحسب بل تقريبا على جل البلدان العربية، فحتى بلدان الخليج كانت للنهضة طموحات أن تدفع بحالة من الفوضى والخراب هناك كما فعلت في سوريا والعراق، ولكن فشلت باعتبار طبيعة الأنظمة الحاكمة هناك، أنظمة مستقرة، أنظمة محبوبة من قبل شعوبها. وبالتالي ما أعتقده أن النهضة تدرك أن هذه ستكون نهايتها، وهذا القوس الذي سيغلق حول الإسلام السياسي في تونس، وبالتالي لا أعتقد أن هنالك أغراض سياسية أو حسابات مضيقة كما تتجه بعض قيادة الحركة إلى القول بخصوص تعاطي مع هذا الملف، ولكن هو ملف ثابت ماديا، هنالك عصابات تشكلت وهنالك إمكانيات وأموال ضخمة جدا وضعت لتجنيد هؤلاء الشباب. بعض الأطراف تقدم رقم 12,000، وهنالك شيء سيقول 15,000. 15,000 هو تقريبا حجم عدد أفراد الجيش التونسي، بمعنى أن هنالك جيش كامل قامت بإعداده وتجهيزه هذه الحركة ووفرت له كل الإمكانيات ليتم تسفيره ويقوم بتدمير وخراب بعض البلدان. ناهيك المرقدين، مسجد المرقدين هناك في العراق، من الذي خربه؟ فالاتهامات موجهة إلى بعض الشباب التونسي، فالخراب الذي حصل في آلاف القرى والمدن والاغتيالات التي حصلت في سوريا وفي مناطق أخرى، فهنالك مسؤولية
لبعض الشباب التونسي، ونفس الأمر تهجير 6 أو 7 ملايين مواطن سوري، من هو ما يتحمل مسؤولية هذا؟ هنالك مواطن سوري. ولكن الأهم من كل ذلك هي المعطيات المتوفرة اليوم لدى الأجهزة الأمنية السورية بخصوص هذا الشباب. هنالك وفود تونسية سافرت من تونس إلى دمشق وتمكنت من الالتقاء بهؤلاء الشبان في سجون سوريا، وقالوا لي شخصيا أنا أن هول التورط بعض الأطراف السياسية في تونس في هذه الجريمة. أعتقد أن نحن لازلنا في الصفحة الأولى أو في بداية هذا الملف، ولكن عندما سيفتح بالكامل سنكتشف هول ما حصل وهول ما ارتكب من هذه الجرائم في حق شعوب هي شقيقة بالأساس، وهي شعوب لم تنوي في يوم من الأيام الإضرار بتونس أو الإضرار بمصالحها، ولكن خدمة لأجندات سياسية معينة عنوان تحت عنوان كبير الإسلام السياسي، قمنا بخراب بعض هذه البلدان. نعم، كان معنا من تونس الكاتب والباحث السياسي أبو بكر الصغير، شكرا جزيلا لك.